توقعات الأبراج لعام 2017. برج الحمل، إجمالاً هي سنة جميلة للحمل، وسيتواصل فيها تقدم كل من ينتمي لمواليد هذا البرج، وسيكون التقدم رائعاً. سيسجل بحظك هذه السنة دخول كوكب بلوتو في برج العقرب. عملياً لن يؤثر هذا على برج الحمل سلبياً، لكن سيتسبب في بعض الهواجس والتخوفات في شهر يناير تحديداً، وسيكون هذا مرافقاً لبعض التغييرات الجذرية في أوضاعك أو في شخصيتك وتفكيرك. لا تحاول عزيزي الحمل السباحة عكس التيار، تقبل الأمور كما تأتيك ودع التغيير يسحبك للأحسن. الشهور التي يسعدك الحظ فيها بمجال العاطفة هي فبراير وإبريل ومايو ونوفمبر. برج الثور، بالنسبة لك عزيزي الثور، ستكون سنة إيجابية جدا بالإجمال، فيما عدا رغبة ستلازمك في تضخيم الأمور، ويجب عليك التحكم فيها إذا أردت الاحتفاظ بسعادتك وصفاء الجو من حولك. سيكون كوكب جوبيتر هو المؤثر عليك في تضخيم الأمور وتكبير ردود أفعالك، وهنا يجب عليك التريث والهدوء خصوصا في شهور فبراير ومارس ويونيو. كن حذرا خلال هذه الشهور حتى لا تدخل في نزاعات مع أحد المقربين منك، وعندما تشعر بأن عصبيتك تزداد سارع بالانسحاب وتغيير الجو لتفادي الجدل. تمتع بشهري يناير وسبتمبر، لأن حظك فيهما سيكون رائعا في الحب والمشاريع الشخصية والمهنية، فلا تضيع الفرص المتاحة، علما بأن أفضل الشهور للعاطفة ستكون يوليو وأغسطس وسبتمبر. برج الجوزاء، هذه السنة يا صديقي الجوزاء هي سنة التناقضات. بالنسبة لك ستكون فترات التقدم متبوعة بفترات تراجع مباشرة، وستشعر ببعض الأشياء التي تعيق الطريق في التقدم خصوصا في شهر مايو. يجب عليك عزيزي الجوزاء استغلال فترات التقدم لتمضي في تصفية مشاكلك وعمل مشاريعك، فاستغل النصف الأول من السنة خصوصا شهري فبراير ومارس، لأن حظك فيهما كبير جدا. استغل باقي شهور السنة بشكل عام في التفكير لإنجاز أحلامك المستقبلية، لأن الفلك يبشرك بنهاية سنة رائعة، وبالتالي إمكانية تحقيق جزء كبير من أحلامك بغضون العام. أفضل الشهور للعاطفة هي مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر. برج السرطان، توقعات سنة مستقرة وجميلة لمواليد السرطان كما في العام السابق. سيؤثر عليك إيجابيا كوكب أورانوس طوال السنة، مما سيعطيك حرية أكبر في اختياراتك خصوصا في مجالات التعليم والسفر والتعاقدات والتعاملات مع الخارج. كوكب ساتورن في برج العذراء سيساعدك في اتخاذ قراراتك الصائبة في الاختيارات وتحسين علاقاتك في محيطك الاجتماعي. تشعر ببعض الضغوط في شهري مايو وسبتمبر فقط، مما سيؤثر على أعصابك قليلا، فحاول عزيزي السرطان استغلالهما في الترفيه والرياضة، وتأكد أن باقي الشهور ستكون خفيفة ولن تشعر بشيء يضغط على أعصابك خلالها. أفضل الشهور للعاطفة هي إبريل ويونيو. برج الأسد، لديك سنة أيها الأسد تنطبع بدخول جوبيتر ببرج الدلو، وهو البرج المعاكس لبرجك. جوبيتر كوكب جالب للحظ، وقد يجلب لك بعض المفاجآت السارة جدا خلال هذه السنة، لكن احذر من المبالغة ببعض الأشياء خصوصا في بداية فبراير ومنتصف مارس. حاول أن تكون عقلانيا ومتوازنا في تصرفاتك، وسيكون هذا التحول في منزلك الشمسي السابع، مما قد يؤدي إلى ارتباط شرعي أو زواج لغير المتزوجين. وقد تكتفي عزيزي الأسد بإيجاد شريك حياتك والتخطيط لحياة مستقبلية وزواج السنة المقبلة، فتأكد أن الحب قريب منك جدا في هذه السنة. أفضل الشهور للعاطفة هي إبريل وأغسطس وديسمبر. برج العذراء، هذه السنة تفرض عليك التحلي بالصبر لوجود كوكب ساتورن الذي يعاكسك في فترات كثيرة خصوصا في النصف الثاني من شهر سبتمبر، لكن تأكد أنها ستكون إجمالا سنة رائعة بالنسبة لك، وستحل فيها كل مشاكلك، لأن كوكب ساتورن سيرحل عنك فيها ليستقر بجارك الميزان. في هذا العام ينصحك الفلك بأن تكون حذرا
وألا تخالف القوانين. وبالنسبة للحب والعاطفة، قد يتأخر أمر الارتباط الجدي للراغبين فيه، لكن ستكون أمور الحب جيدة، وقد تتلقى مفاجآت رائعة طوال السنة خصوصا في بدايتها، فلا تتشائم كثيرا. أفضل الشهور للعاطفة هي يناير ويونيو ويوليو. برج الميزان، سنة رائعة لك لأنك تحظى بحماية جوبيتر وتأثيره الإيجابي جدا في مجال الحظ والتطور. استغل حظك هذه السنة للتقدم في كل مشاريعك، فهذه السنة رائعة بالنسبة لأمور العمل. شهري مارس وإبريل سيكونان مناسبان للبدء بعمل جديد أو مشروع جديد أو حتى استثمارات كبيرة. احذر فقط عزيزي الميزان من شهر مايو، لأنه قد يكون شهر المعاكسات الفلكية. بالنسبة للحب والعائلة والأبناء، فهذه السنة مستقرة وجميلة جدا لديك، وخصوصا لمن يعملون بمجالات الابتكار والفن، فلا تتردد عزيزي الميزان واستغل العام في كل ما هو جميل. أفضل الشهور للعاطفة فبراير ومارس ويوليو وأكتوبر ونوفمبر. برج العقرب، سنة جميلة رغم تأثيرات نبتون التي قد تواصل معاكستك قليلا في بعض المجالات. برجك سيتأثر بأغلب الكواكب هذه السنة، لكن مجال الأسرة والعائلة سيكون الأفضل بين جميع المجالات خصوصا بمرور جوبيتر، لكن كن واثقا في خطواتك ومتزنا في كلامك حتى لا تخدعك ثقتك في نفسك فترتكب هفوات أنت في غنى عنها. في مجال العاطفة، شهر إبريل هو الأحسن على الإطلاق إذا كنت مرتبطا بعلاقة جادة، وهو شهر المقابلات الشيقة إن كنت خاليا. واحذر من شهر يونيو الذي قد يورطك بمشاكل مع الحبيب بسبب غيرة أو بسبب شك من ناحيته ناتج عن تصرف غير لائق منك، فلا تحاول الخيانة حتى لا تندم. أفضل الشهور للعاطفة فبراير ومارس وإبريل ومايو ونوفمبر. برج القوس، هي سنة مشابهة تقريبا بالسنة الماضية بالنسبة لمواليد برج القوس، وذلك لاستمرار تواجد ساتورن وأورانوس. تشعر ببعض المشاكل بالعائلة والعمل بمنتصف شهري أغسطس وسبتمبر، فكن حذرا عزيزي القوس. الجميل لديك في أواخر هذا العام سيكون في مجال العاطفة والحب، حيث تساعدك الظروف بشكل كبير في أول شهور السنة لتعيش لحظات رائعة مع الحبيب. للعزاب، لقاءات رائعة جدا، قد يجد العزاب شريك حياتهم هذه السنة، فلا تقفلوا أبوابكم، فهذه السنة تبشر بارتباطات جدية ومناسبة جدا. أفضل الشهور للعاطفة يوليو وسبتمبر ونوفمبر. برج الجدي، يتابع الحظ محالفته لك عزيزي الجدي هذه السنة، ولن يعاكسك أي كوكب. النتيجة ستكون رائعة بكل المقاييس. هذه السنة تفتح خلالها أبواب الحظ ويكون كل شيء متاح. حصتك الأكبر من الحظ هذه السنة هي في الحب والعاطفة، حيث تتكاثر فرص اللقاء للعزاب وتكون قمتها في فبراير. مجال العمل يزدهر وتقوى فيه العلاقات المفيدة والنافعة لك، وقد يكون لبعض مواليد الجدي حظوظا بأعمال مرتبطة بخارج بلدانهم، وتكون الفرص مغرية جدا فلا يجب تضييعها. أفضل الشهور للعاطفة أغسطس ونوفمبر. برج الدلو، سنة مستقرة وجميلة بشكل عام فيما عدا تواجد نبتون الذي قد يعاكس مواليد الدلو المولودين بعد 2 فبراير. جوبيتر سيساعد الدلو في إبقاء الحظ معه طوال السنة، وستكون سنة جميلة في مجالات الصحة، ويجب استغلالها في علاج كل ما كان يتعبك عزيزي برج الدلو. شهر فبراير ومارس شهران للمفاجآت والمواعيد الكثيرة، ستشعر خلالها بضغط كبير، وهما مناسبان للمشاريع الجديدة. خذ يا عزيزي الدلو أقساطا من الراحة والاستجمام، ولا تهمل الحبيب أو الزوج. أفضل الشهور للعاطفة فبراير ومارس ويوليو وأغسطس. برج الحوت، أخيرا يتخلص مواليد برج الحوت من تواجد أورانوس وساتورن بأبراجهم، وقد تابعتهم تأثيراتهما كثيرا وعاكست العديد من المواضيع في العام السابق. سيشعر أصحاب برج الحوت أنهم محط اهتمام ورغبة شريكه بالتقرب منه أكثر بالشهور الأولى، ويجني مواليد برج الحوت المال والنجاح في شهر إبريل.
يستطيع كل مواليد برج الحوت استغلال السنة الجديدة في بداية صفحة جديدة. مواليد الحوت المولودون بشهر أغسطس يتنفسون الصعداء وتنتهي الفترات العصيبة ومعاكسات الحظ.